أنا كنت متزوجة يعني من 13 سنة وعندي 3 أولاد. بقالي 3 سنين طبعا دخلنا في مشاكل، يعني عشان ما طولش على حضرتك موضوع كبير، يعني مشاكل جامدة، وأبو الأولاد باع الشقة اللي أنا قاعدة فيها بعد مشكلة وضرب وإهانة منه ومن أهله، وباع الشقة ورماني في الشارع بعيالي. فأما حبيت أن أنا خلاص يعني أنا وصلت الطريق مسدود، يعني أنت بعد ما رمتني في الشارع عايز تعمل فيا إيه؟ طلبت منه يجيب لي بيت ويجيب لي أقعد بعيالي، مش عايزة منه حاجة. ما رضاش، رفض. انت لما خرجتي من البيت رحتي فين؟ قعدت في الشارع. يعني ايه قعدتي في الشارع؟ طب قعدت على السلم ليله كامله، ما عنديش لاقي حته اقعد بيها، انا معايا 3 اطفال. عفش اترمى في اخذ حكم انا قاعده في الشقه، باع الشقه وانا قاعده فيها، واخذ حكم بالمحكمه بالطلاق. اهلك فين؟ انا امي كانت عندي، كانت عيانه، وامي ماتت محصوره عليا. انا وانا بترمى في الشارع امي ماتت. يعني هي كانت معاكي وقتها؟ كانت قاعده عندي عشان كانت تعبانه، نزلت من البيت مشلوله وما اتحصرت. لا اله الا الله. انا ربنا وحده اللي عالم. انا دلوقتي حاولت معاهم بشتى الطرق، انا وصلت الطريق مزوز، مش عايزه اعيش معاك. خلاص ما عادش ليك امان. ولادك قد ايه؟ ولادك قد ايه؟ انا الكبير عنده 12 سنه، وبنتي عندها 10 سنين، وابني الصغير عنده 7 سنين. صغيرين يا حبايبي. حاولت، اترميت بيهم في الشارع، قعدت سنتين اترميت في كل بيت شويه، بس ما حدش، يعني كل واحد يقول لك احنا مش هنشيل عياله، احنا مالناش دعوه بيه. فانا تعبت، حاولت بشتى من اخواته لدال ده، يا جماعه انا عايزه بيت اربي عيالي، يقول لك لا. قالوا لي طب، قلت له طب اعمل ايه؟ عايزين نصرف على عيال، هات العيال. طب دول ولادي. دول ولادي، انا مش ما حتى حكم المحكمه ما نفذوش، يعني حتى حكم المحكمه اللي المحكمه نفذته لي ما نفذ، وباع الشقه تاني، يعني انا المحكمه حكمت لي بالشقه وباعها تاني. طب هو بيبيع هي الشقه باسمه هو، باسمه صح؟ باسمه، اه بتاعته تمليك. طيب سؤال حضرتك ايه؟ انا دلوقتي انا يعني انا بسمع فضيله الشيخ يقول لك سامحي، إيه ما تدعيش على الحق. انا مش قادره، لا قادره سامح ولا قادر، لدرجه ان خد الولاد، خدهم بالود عشان يروحوا يقعدوا عنده، هو في بلد وانا في بلد. فانا طلبت، مش عايزه منك حاجه، ابعت مصروف معاهم. تخيل خدهم وراح عمل فيها محضر ان انا مش عايزه استلم العيال، واحنا اخدينهم بالود، المحامي بتاعه المحامي بتاعه فيه. طب ليه كده؟ يعني انت سؤالك بالتحديد ان انت من جواكي مش قادره تسامح، واضح انك بتدعي عليه. ومش وخدوا الولاد وما عرفش عنهم حاجه، حتى التليفون ما بكلمهمش ولا اعرف عنهم حاجه، وده يرضي ربنا؟ طيب انا عايزه اربي ولادي، رحت استرجيت اخوه استرجيتهم كلهم، انتوا مش عايزه منكم حاجه، انتوا خدتوا كل حاجه، انا مش عايزه منكم حاجه، سيبونا اربي عيال. رفضوا، ده يرضي ربنا؟ انا لا قادره اسامح وبدعي عليهم، انا بحزن فيهم في كل سجده بسجدها، في كل صيام انا بدعي عليهم. يا ساتر يا رب. لا قادره اسامح ولا قادره اغفر لهم اي حاجه عملوها فيه، لان انا ما عملتش فيهم اي حاجه وحشه. حاضر، تابعينا حضرتك. خليني اقول للاخت الكريمه اللي هي قالت الشيخ دايما بيقول سامحه. انا عمري ما قلت سامحه. ولا ادعو للمسامحه في الحقوق ابدا. لاني انا دائما، وضربت مثل قبل كده وهفكركم بيه تاني. قلت، وتحديدا اذا الدكتوره لمياء فهمي عبد الحميد ادتني بالقلم، والجماعه هنا في الاستوديو قالوا لي دي لمياء فهمي ودي بتاعت قناه النهار، ما بلاش انا، ما بلاش انا في الامثال دي، ودي وبعد اذنك. وانا قلت انا عفيت، انا كده عاجز مملكش. لما تقف ايديها جنبها وارفع ايدي وايدي يبقى بيني وبين وشها صمتي، واقول لها خلاص انا راجل ما اضربش ست، هنا انا قدرت. فعشان كده انا بقول لكل الناس، مفيش حاجه اسمها تاني لا بوس على الدماغ ولا بوس على الايد. ربنا اسمه الحق، صحيح، اسمه العدل، أمرنا بالإنصاف وأمرنا بالعدل. أنا عايز أقول إن هي بتتكلم على ذكر، ما بتتكلمش على رجل. هذا الرجل إن كانت صادقة، لأني أسمع من طرف واحد، بنسمع من طرف واحد طبعا، فقد كل مقومات الرجولة. لأني أنا بقول كده يا جماعة، واسمعوني وسامحوني، وحيائي يمنعني أن أفسر، لكن هقولها لكم علنا. الحياة اللي ربنا جعلها علاقة زوجية، لو تأملت فيها ان زوجين يبقوا الاتنين شيء واحد،
ده معنى كده أنت الستر والسند والحمى، أنت إن وقعت السماء تحملها عن زوجتك، وأنت إن وقعت عن الأرض هي تحملك وترفعك. تأملوا معنى أن ربنا خلقها من نفسك، تأمل المعنى ده كويس قوي. تأمل أن ربنا جعلها من ضلع أعوج لتحميك وتحميها، مش عشان تستأسد عليها. أحد المشايخ وليس بغريب، الشيخ خالد الجندي، كان بيذكر من يومين أن طليقته تعامل معها بقمة الاحترام والفضل، لدرجة أنه هو كان وكيلها في الزواج التاني اللي بعديه. خالد الجندي ده أنا شوف، أنا وريت بس الرقي. طبعا أنا بتكلم طبعاً. الرقي، إن اختلفنا أو اتفقنا في المواقف مع الرجل أحببناه أو أي شيء، أنا بكلم من كل الناس عشان الناس أذواق في مشايخهم وفي طعامهم في الناس كلها، مش في المشايخ بس. نعم. يعني ما هو في ناس ممكن تحب فلان وناس تانية لأ. بتكلم في الرقي، بتكلم ان هو ما دخلتش محاكم، ما تبهدلتش على نفقه، ما نامتش على السلم، لانه تذكر وفهم معنى قول ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم. ومش عشان ده شيخ، عشان هو مسلم، علشان هو انسان، لان ربنا امرنا بكده. انا اقول لك على حاجه عجيبه قوي. قريش على الرغم من عداوتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرت تقتله، ما فكرتش تقتحم حرمة بيته، ما فكرتش تعتدي على بنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، أما نظرت منها موضع رضا مرة حتى تنام هي في الشارع وربنا سمى البيت بيتها؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، لا يجوز إخراج المرأة أبدا من البيت إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. وأنا أناشد المشرع المصري أن يكون هناك قانون ناجز لمثل هذه الأمور، لأن الأمور دي تسيء للعلاقات في البيوت. ووالله أنا ما أحب أستقبل التليفونات دي أبدا، لأني بتقول إن الساعة قدمت وقادمة بقوة، وإن الخير من زحمة مننا، إن الناس خلاص لا بقى في قلوبها رحمة ولا في حنان ولا سكن ولا مودة ولا رحمة ولا أي حاجة. فلتاني وتالت أنا بقول لك، مش في كل صلاة، في كل لحظة قولي حسبي الله ونعم الوكيل، قولي وأفوض أمري إلى الله، قولي اللهم إنك صاحب العجب في قدرتك فأرني عجائب قدرتك، قولي اللهم أنت مهلك الظالمين فأرني آية، لحد ما ربنا يجيب لك حقك عشان يبرد قلبك ويرد إليك أولادك مردا جميلا. أمين يا رب. ويا رب يكون سمعني يحنن قلبه. وعايز أقول له إن الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. فعد قبل أن تترجى يوما تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، فتجد الملائكة تقول كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.